يسعى برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة لضمان استدامة الموارد الحيوية، ما أسهم في امتلاك المملكة العربية السعودية أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط والوصول إلى المركز 30 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي. كان ذلك من خلال تطوير برنامج إدارة الخزن الاستراتيجي للأغذية، تضمن إنشاء مشروع صوامع ميناء ينبع، وللحد من الهدر الذي يقدر بأربعين مليار ريال في السنة. أطلق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، وقدم صندوق التنمية الزراعي أكثر من 1.2 مليار ريال، كما تم إطلاق وتطبيق معايير سعودي جاب ورفع إنتاج المملكة وصادراتها من الاستزراع السمكي. ولتحقيق الاستفادة المستدامة من الموارد المائية، وصلت المملكة إلى أعلى طاقة إنتاجية للمياه المحلاة عالمياً، تمثلت في حصول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على شهادتي غينيس وإطلاق محطة تحلية أملج الجديدة. ولتعزيز الاستفادة من المياه السطحية والجوفية، تم تصريف 100 مليون متر مكعب من سدود الشرب لتغذية آبار المزارعين وإنشاء 31 سداً. ولتعزيز البنية التحتية في خدمات المياه، بلغ عدد المستفيدين 3,200,000، كما تم تركيب 2,000,000 عداد ذكي، بالإضافة إلى زيادة كميات مياه الصرف الصحي المعالجة وعدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي. ولاستعادة الغطاء النباتي، تم تأهيل المدرجات الزراعية واستصلاحها وإطلاق حملات التشجير في مختلف مناطق المملكة. كما أصدر نظام المياه للحفاظ على مصادر المياه وضمان استدامتها، ونظام البيئة لتنظيم قطاع البيئة وما يتعلق بها. نتطلع لمستقبل تحققه مسيرة إنجازات برنامج التحول الوطني لمستقبل واعد.